تسمعوا شوي بليز قربوا لهون، ما بقى حدا يقعد بعيد. عم تقول له اصلا خليكم قرب. ريان تعال اقعد هون. وعليك حبيب قلبي، ينعاد عليكم وان شاء الله يكون العيد خير وبركه علينا كلنا ام العربيه. استاذ انا اخر شيء، يعني عيد سعيد. انا اخر شيء دوري سبا معلش بخليك مهم تتعلم من غيرك كمان. كيف كيف ليتنا كمان عاد شوي بليز ولا حكي. يلا اقعد بس. اول شيء يعطيكم العافيه. ماشي و هلا بنحكي شوي عن الكلام كيف كان. ان شاء الله تكون كل شيء قطع عليكم منيح الاسبوع، واتمنى تكونوا عم ترسبوا كل شيء منيح براسكم لحتى تتقدموا اكثر ان شاء الله. نقد رح بلش يصير اقسى. اوكي يعني هلا رح بكثير بكثير هلا رح بلش احكي عن شيء اللي هو اصعب شيء اللي هو جمال الصوت. هل انه كيف ممكن يتحلى وكيف ممكن الواحد بده يضل اطلاقه صوته تضلها هيك. رح نحكي عن عده اشياء كيف ممكن الواحد يجمل الصوت، او اذا عنده شغله ضعيفه يستفيد منها لحتى يقطع. انا بنعطي كم مثل ممكن يصيروا بالحياه. شغله ثانيه، اول شيء بنقول هارد لاك لرانيا، وكان عندها وجود محبب وخفيفة تقول مثل النسمة، ما حدا ما بتزعج حدا موجودة على طول مع بسمتها. وهارد لك هذه هي الاستراك يعني بالنهاية، وأتمنى أنه تشتغل منيح على حالها لأنه بتصور شوي كان عندها مشاكل دائما يعني بالطريقة المغنى مع الإير بيس أو ما يعني كان في مشكلة مش واضحة شو هي عم بتكون دائما. بالنسبة للبرايم في شيء منيح وفي شيء مش منيح. هلا انتوا رح تحضروا، هلا اكثر بدي لحتى ما بين انا انه كل مرة انه انا عم كون هالقد انه متسلط على حدا، بدي انتوا اول شيء كل واحد هو اول شيء شيء يفرجيني هو شو بده يعرف، وبدي اطلب من اصحابه شو بده يعرفه، بعدين انا بيجي من اللبج مني بعدين. بس خلينا نقطع اول مره بعدين خليني اشوف كل واحد وحده. هاي شغله. شغله ثانيه لازم تبلشوا، بدي منكم تعملوا نوع من الاكزرسيس كل واحد منكم اللي هو بده يعرف اي صوت بده. يعني بدنا نعرف حالنا اي صوت بدنا. في ناس صوتهم طالع ممكن يجملوه، في ناس صوتهم ما عم يعرفوا شو لازم يعملوا حتى يصير حلو، في ناس عندهم مشكلة بصوتهم، وفي ناس عندهم مشكلة بدينتهم، which is هيدي أكبر شيء بتكون، هي أكبر مشكلة بيكون عند أي إنسان إذا عنده مشكلة بدينته، ما ممكن يتعالج. هاي شغلة. شغلة مهمة أكتر، كل واحد منكم لازم يعرف أكتر كيف بده يغني. يعني الصوت اللي بنقول مثلا إذا أنا بتقول في يقولها هيك، وفي يقول هيك الفرق، في يقولها هيك من النخير، في يقولها كأنه في ميد رينج بزلعيمة. إذا هو ما بتعرفوا تعملون كل واحد منكم وجمعتي بدي اسمعون وأنا أعمل مشكل. لما بتبلشوا تعرفوا تعملون كل وحدة مظبوط كتير بتعرفوا شو الغلط. فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا شو قصدي؟ يعني هي غلطة إذا ما بعرفها ما رح أعملها. يعني مثلا اذا شديت هيك انا شو عم بعمل هلا؟ زعيمه عم بتفش عليهم. اذا عملت انا هيك هذا الصوت المزبوط مزبوط. طيب شو بدي بعدين؟ شو بدي بالمسافات اللي ممكن اطلعها او استفيد منها اذا بدي اغش او لا؟ لا عم بقول العادي. واذا عملت انا لا طلعت البوزيشن تبع طلعت الزعيمه لفوق لحتى حشروا مخرج الصوت صار كيفكم شو اخبار ميد رينج صار. واذا بتعرفوا انتوا في هاي ميد ولو ميد والبيس يعني هو كلهم واحد كل واحد لازم يعرف. وبعدين في النخير اللي هن انه من هون بتحسوه عم يضرب هيك. اذا هو ده ما عرفت كل يوم بدي اشوف حدا منكم يعمل لي هيك. اذا ما بدي اعرف كل واحد منكم ليه تتخلصوا منهم؟ مش هتتخلصوا منهم بليز، ما حدا رح يتخلص منهم اذا ما رح يعرفهم.
رهان كل واحد يعني كيف بدي اعرف انا اذا عم بكتب كل يوم؟ كيف الاستاذ بيصلح له للواحد النص تبعه؟ بيخليه يكتب وبيعمل غلط، بده يقول له هي غلط. بس هون لازم تعرفوا هلا هالاشياء اللي عم يمروا معنا هن اربعه وعم بيكونوا غلط. هلا اجى مرحله تجميل الصوت، يا بدنا نجمل بعد عنا نحن سبع اسابيع صرنا هذا هلا صار رايح منكم منيح. اذا صار وقت انه الواحد يبلش يفكر مزبوط كيف بده يغني احلى. ما بيكفي بقى انه انا اذا انا غنيت غني منيح ايه بس انه صوتي مش حلو، شو بدي اقول لك؟ بقول لك صوتك مش حلو. اذا واحد ما عم بيعرف يغني. اكثر مشاكل عم تصيب بعض الناس عم بيقدروا يتخلوا عن الاشياء لكن بعضهم مش عم بيعرفوا اطلاقة صوتهم شو بدهم منها. بده يتسألوا كل يوم شو هي انه هيك صوتي انا ولا مش هيك. في فرق انه انا كن عندي وعي اني انا عم بعمل صوتي هيك. هون بتفرق. طب هنا عشي؟ اوكي رح اعطي مثل صغير. تعرفوا ستيفي جراف؟ ستيفي جراف بطلت العالم بالتنس، كانت من اهم امرأة مرقت بالتنس. كان عندها شيء فظيع وعندها شيء سيء، كان عندها الروفير تبعها منه كتير سبيسيال. ليفتي ماشي حاله بس اجمالا تلعب دايما بلا او كوبي. اوكي؟ لتعمل لفتره لانه فيزيكلي كانت اقوى من الكل وجو دو جامب تبعها يعني راكدتها هي عم كل شيء على الطابق كان كل شيء منيح وكل شيء فظيع وقوه فيزيك وقوه اعصاب المانيه يعني فظيعه بهالنقطه. كانت كثير منيحه. ولما بلشوا يطلعوا عليها وعرفوا انه ريفيرا ضعيف الكل صار كل يركز على الريفير. بتعرف شو يعني الريفير؟ الريفير يعني هو من هون باك هاند اسمه. اوكي؟ وهذا من هون اسمه فور هاند العادي. في تلعبوا فلات، فيكم تلعبوا باسنج شوت كل الوقت، وفيكم تلعبوا سلايس. سلايس يعني كوبي، ونفس الشيء هيك او هيك او هيك. ليفتي اللي هو صعب غير شو اسمه. حدا منكم بيعرف الفرق بين تير باتو يعني الرمل والجراس اللي هو الحشيش؟ لا سرعة الطابة. التير باتو تقيلة يعني جو ديفانسيف، لعب دفاعي كتير. يعني انا بكبل لك الطابة بتكبي لي الطابة، بكبل لك الطابة فينا نضل يمكن شي 4-5 دقايق عم نلعب. اوكي؟ الجراس شو هو؟ سيرفيس فولي بنسميها، يعني واحد بيضرب وبيهجم دغري على النت تيسقط له الطابة. يعني ليه؟ يعني كل سيرفيس بضربه انا اسرع بيروح على الهي. شو عملت هي؟ لما اكتشفت انه قشطت غيرت المدرب، واجى المدرب دغري خلينا ما راح بعد هالعمر بعد هالعظمه انت مش رح تغيري هالقد رح ترجع تبلش ليك انه تصيري مرتاحه هالقد بالباك هاند. شو عملت؟ صار يركزوا على الباك هاند كيف ممكن. شو قامت هي قد ما عندها ذكاء فظيع ويمبلدون مثلا شو عملت فيهم للعيبه كلهم؟ صارت كل طابه تكبها سلايس زياده. شو بيصير بالطابه اللي منتجه على الجراس؟ حدا منكم بيعرف؟ بطل تجلس بصير صح تعمل هيك تروح هيك دغري. شو يعملوا كل القاعدين قبالها وقبضايات؟ بيصير بده يركضوا على كل سلايس زياده ليقربوا، بده يوطوا اكثر. بعد 20 دقيقه من توطيه اكثر شو بيصير بالركاب؟ بيقشطوا على الارض. ليك قديش في ذكاء. اذا نحن بدنا نستعمل هذا الذكاء ليش عم بخبركم خبريه ما لها علاقه باللي عم تعملوا؟ تشوفوا اشياء ثانيه كيف ممكن الواحد يستفيد منها. صوته يلي هو فيه وبضعفه لازم نحسن النط نحن مطرح ما فيه دون ما نروح على مطرح تاني كتير. فهمتوا ليه عملت هيك الاكزامبل؟ تاخد استخلص منه شيء لأنا بدي انا خبرتكم خبرية بس تاخد منها شغلة واحدة من نقطة ضعف بدنا نعمل شيء سبيسيال يكون. يلي عنده مقدر انه يتقدم بسرعة بيتقدم، واللي ما بقى عنده حاسس حاله هيك بده يفوت بهالنقطة. فاين؟ طيب خلينا نتفرج ونشوف.